بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الكتابة العلمية إن عدد صحيح طبيعي وآ وإكس عددان عشريان نسبيان. الكتابة العلمية للعدد العشري النسبي إكس تعني كتابة إكس على الشكل التالي، يعني نكتب إكس يساوي آ في 10 أس إن، حيث آ عدد عشري نسبي يعني سالب أو موجب، جزءه الصحيح يتكون من رقم واحد غير منعدم يخالف الصفر، مثلا 2.5 في 10 أس 4. لاحظوا هي كتابة علمية. لماذا؟ لأن الجزء الصحيح يتكون من رقم واحد الذي هو 2 و2 غير منعدم، في حين أن هذه الكتابة 0.25 في 10 أس 5 تساوي 2.5 في 10 أس 4، ولكن ليست كتابة علمية. فالآن نأخذ ناقص 3.347 في 10 أس 2 كتابة علمية، لأن آ عدد عشري نسبي يعني سالب أو موجب، هنا ناقص 3 كتابة علمية. مثلا إذا أخذنا هذه الكتابة 6.4 في 10 أس 5 تساوي 640 ألفا، فهذه كتابة علمية، أما هذه فكتابة غير علمية. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.